طهنيني شو بدي اعمل؟ كيف بدي اتحرك؟ بدك تدفع ولا ما رح تدفعي؟ لا مش رح ادفع، مش رح ادفع، لانه يا ما ست الى عن سيدي يا عزيز عزه يلي وقت الدفع انا لا قادره اشوفه ولا قادره اعزه. شكرا. عفوا. شكرا على غيرتك وشكرا على معزتك يا حياد عزيز. يا واد يا لئيم. ازمرد. نعم. شفتي هالكلمات اللي حكيتيهم؟ دم راح تبكي عليهم. حتندم يا جميل. اخ ليك ايش بدي احكي؟ شوية فلوس جمعتهم بعرق جبيني وكد يميني، هيك بدي اعطيهم لابن السلمانكي يبلعهم مثل ما بلع غيرهم بزمانه؟ لك يا زمرد، هيدا جوزك، اذا ما ساعدتيه بوقت الضيق امتى بدك تساعديه؟ لك يا اختي، يا اختي المخلة على خميرة طحين كمان بدي ناوله؟ طيب شو تناولي؟ ما مال مالك ماله؟ لا حبيبتي، لا مش مالي ماله، انا مبدئي بيقول مال زمرد لزمرد ومال السلمانكي للسلمانكي، وحاجة بقى سكري على الباقي بلا لا تعجن. اما حنا كمان حلوين قوي، حلوين قوي. هات نارا يا صبي. حاضر. خسمنا الباش باش تيرن باش احباش. اهلا اهلا عزيز. مرحبا درواندي. شو طمني امحى ولا عيره؟ طلعت زوينه. يعني من ولدك؟ قال انما الرزق على الله الكريم. مدينا عيدنا لا رجعت فاضي. انا ما حبيت الصدمه انا وياها. لكن يا عزيز بدنا ندفع ثمن الصفقه للجماعه والموعد بكره، نحن بحاجه لفلوس. والله يا درواندي في فكرة عم بتدور براسي بدي اخذ رأيك فيها. هات لشوف احكي. ليك؟ شو رأيك نروح عند المختار؟ اصحى بتخربط العملية وبتطلع براني، المختار ما بيتحاكى بهيك امور يا عزيز. وين عليك؟ وين عليك؟ شو فهمان؟ لك نحن حنروح لعنده من باب الخير. والسر اللي بيني وبينك حيبقى سر بيني وبينك، ولا من شاف ولا من درى. والله يا اخي هالشغله بتشتغلها انت لوحدك واني بتخليني بعيد، لانه هذا مختار المخاطر، لا بيوثق فيي ولا بيصدقني، وانت اقرب له من عويفي. أهلاً. أهلاً. جمعه على خير يا سلمانكي من درواندي. خبروني، عم تحكوا بالصالح العام ولا بشوي؟ ولك جيت من باب الغيب لكن خاطر على بين. أهلاً أهلاً. جيب له كباية عصير. كباية عصير يا صبي للورواري. يا عم شو هيدا شو هيدا؟ كنتوا بالأول بس تشوفوني تعملوا حالكم مش شايفين. شو صاير بهالدنيا حتى عم تهشوا وتبشوا بوشي وتكرموني بكباية عصير؟ والله بدنا نشتغل شغلة فيها خير وأجر وأجر إن شاء الله. هيدو تنشوف، خبرونا تنشوف منين رح يجي الأجر والأجر. يا خي فهموا أنت، كلامك بدور براسه أكثر من كلام. يا سيد الويري، في شركة للغاز والغاز اتفقنا نحن وياها. أيوة. انه تسلمنا القنينة ب13، نحن منبيعها ب15. حلو. هيك منضارب على المحتكرين. طبعا. اللي عم يبيعوا القنينة ب20 و25. عظيم. هيك ساعتها منكون نحن خدمنا الناس ووفرنا عجوبة وخدمنا اهل الحي بالوقت نفسه. طبعا. وقنين هذا شو اسمه؟ تنكة الكاز. تنكة الكاز بالسوق عم تنباع ب25، نحن باستطاعتنا ان نبيعها ب15. يا باي هيك انتم بهالعمليه بتكونوا كسرتوا راس الاحتكار وخليتوا هالويرميني نفسه شوي. انا شو مطلوب مني؟ المطلوب منك انك تدفع معنا هلا وتشاركنا براس المال اللي دافع عنه بدرواندي حتى نقدر نبلش بالعمل. شوف ما زال القضية فيها خير للناس. أنا مستعد أدفع 50,000 ليرة. ولك روح يا سامي الورواري اللي بيشارك بعمل عمل الخير. دوار بدي يخرب بيتك. عظيم عظيم جدا. هلا صار معنا 100,000 ليرة، يعني صرنا بنقدر نبلش. بس ليك 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 شو
ناقصنا المستودع. لك يا اخي معكينا مع ابو سالم وقال المستودع حاضر واللي بدكن يدفعوه. مين ابو سالم؟ ابو سالم الشوبكلي. ايه ابو سالم. يا عم عرفت ابو سالم بس الشوبكلي ما عرفتوش. ايه بكره بس تعاشروا بتعرفوا. ولك يا جماعه ابقوا عرفونا على هالصحاب الطيبين. يا ولويري الطيب ما بيعرف الا الطيب يا طيب. لكن بدي اقول لك مقاط يا با بس بعتك هوني مره ولقيت طعمتك مره مثل اللي بياكل حنظل يا درواندي. لك اضحكوا معي على النكت ما انا دمي خفيف. كتير وتشرشحنا كتير. انا هلا جاي لعندك بتجاره ربيحه مثل ما بتعرف اني انا بياع شره. طيب شو هي هالتجاره؟ شو هو هالمشروع اللي جاي من شانه؟ في حدا يسمعني هون؟ لا يا سيدي ما في حدا غيري وغيرك، اتفضل قول واشرح ولا خوف عليك. مثل ما بتعرف صهري كوكاو رحت عرضت على التجاره قمت ركيب وسكت. مت انت اخترت ببيلا، قلت ما في غير الاستاذ بلبول. اما هلا جيت لعندك لحتى اشرح لك عن هالتجاره ربيحه. طيب شو هي هالتجارة الربيحة؟ إذا كان صحيح ربيحة إيدي بزنارك يا سيدي. مثل ما بتعرف أني أنا ما ببيع بلاد، أما طرحت أنا لبط المصلحة كلياتي وصرت ببيع فيه لحوم مثلجة مبردة. بالقليلة الكيلو، وبتعرف كيف ببيعها؟ ببيعها على أساس لحمة طازة، طازة طازة. يعني بتجيب لحمة من برا مبردة وبتبيعها على أساس طازة. برافو عليك. أما أنا هلا بالقليل الكيلو بيربح له 10-15 ليرة. بس هيدا اسمه غش يا سختياني. لا يا أستاذ بلبول، هلا ما في غيري وغيرك عم يغش بالحي، ما كل الحي مغشوش. الواحد منهم بيدفع له 10,000 ليرة، بيروح بياخذهم بعد كام يوم 50,000، 50,000. لك هلا أنت شو بدك بهالفن اللي لحق لي إياه يلي بعمره ما عبى جنوب. من أستاذ موسيقار كبير لبياع لحوم، هيدي ما عم تفوت براسي يا سختياني. الله يرضى عليك، روح شوف لك واحد تاني وشاركه عني. انت طول عمرك رجال منحوس وبعمرك ما حيصير معك فلوس، بيجيك الحظ من الشباك بتروح بتطلعه من البيت. وينك اذا يوم من الايام صار معي وعليا وسلمت ما حرد عليك السلام؟ والمرته بتقول عنه زكا اهو. لك روح رايتك تضرب ملا استاذ بهيمه. هلا هيدا المقياس يا ناس، يلي بيغش الناس اسمه فهيم، يلي بيرفض يغش الناس بسموه بهيم. وين المختار بس؟
وين المقطع لا اسألوا ليش الدنيا هيك؟ الدنيا مش هيك، الدنيا هيك ومش هيك. كيفك يا خردوق؟ خردوق قلنا لك كيفك؟ من الله منيح لكن من عباده مش منيح. ودخلك ليش عابس هايك ولابس وجهك عقفيه؟ ولا انت وجهك هايك؟ شوف يا وروالة، انا زعلان وعابس لحالي، انت شريك شي؟ لا انا شريك عزيز ابن السلامانكي وحبيب الدرواندي يلي اخذوا مصرياتي وعم بتاجروا وببيعوا وبيشتروا ومش عم بفرجون دفتر حساباتهم. ايه بقولك بشو غاطس معهم؟ مغاطسين بالكاز والغاز. لقينا الحلقة المفقودة، الكاز مغسول بالمي والغاز الممسوخ وزنه وكتير سعره، عرفنا من وين مصدره. لك يا زلمة مش عم تحكي سنسكريتي، انت فهمان وانا مش فهمان شي. شو يعني؟ فهمان بدك تفهم لن فهمك. احكي معه عندك يا زلمة، لانه انا بدرش على لسان الحكي اللي قلته. شو قلت له وحطه براسه يا خردق بلا بارود؟ هب الهوى وطار الغطا وانكشفته يا درواندي. شو مبين عم تحاكيني بالالغاز؟ لا حبيبي لا، ما عم بحكيك بالالغاز، عم بحكيك بالكيز والغاز، وانه خردو حيعمل برمي بالحي يعمل عنكم مناشير يا غششين يا خناشير. انت بتعرف انه خردو لها ليش حاكيلك؟ دقستني العاب عيونك عامي، ما مش حاكيله شيء. اللي قالوا معناه انك كشفت خيمة الستر عنا وفضحت المستور. لك ايش بك انت وياه؟ يا خيي ما بعرف، جيت من برا لقيته حاطط خرده وقاعد عم يحكي هو وياه عنا وما ادرك حمل الاخبار وراح ينشر. لك يا اخوي، لك يا اخوي حدا بيفضح حاله؟ ولك هلا فكرك انت اذا كان علقت انا وياه بزعمك انت حتضل فاميد؟ لك قال المثل كل عنز معلقة كرابة. ولك اترك انت وياه، مش انتو اللي علقتوني واخدتوا مصرياتي وشاركتوني وكل ما قالكن حاسبوني بتتهربوا من دار بيه. هلا عرفت انه السلامانكي والدرواند اثنين اوانطجية، لكن يكون بعلمكن انا هلا عم بهدد. ها اذا ما خلصتونيش رح خلص عليكن وشرشحكن بكل الحي ومتمار السختياني وقد انذر من اعذر. روحوا من دار بيا. عم يحكي انذر من اعذر. انذر واعذر. لومك يا لايف ما يفيد وانو نار الشوق يزيد. مامي باخده، مامي ماخده كوكو. عجبك؟ شو اللي عجبني؟ وبعدين ليش حضرتك بوكوا فايت علي بهاللهجة؟ يا مامي بدي اسألك، توم ماغي هالعطلميس هيدا الموسيقار محتاج هالفار انه يتاجر باغزاء الناس ويغش الناس؟ كوكو وي عمك بلبل عم بتاجر؟ ايه وبشو عم بتاجر؟ يا مامي باردون حاطت خبزته على جبنة هالسختياني وعم بيبيعوا الناس اللحم المجلد على انه لحم طازة. بس شوفي هون بالكارتيه طلعت ريحتهم واهل الحي قام تغنوا ناطرينهم واقفينهم بالمقصد. كوكو وي لما بدك تخبرني خبرية عن عمك اتأكد منها ليكون هاللي خبرك غلطان. كوكو الاستاذ الفنان الكبير صاحب الانامل الذهبيه ما بيقدم على هيك شغلات. فاردون مامي لارجون فيتو. بعدين تعي تقلك اللي خبرني اونكل سختياني اجا لعندي وقال لي بلبل ابو طنبوغه مشغكني وحاول يقنعني لكن ضميري ما طوعني يا مامي. وهلا انت وجدانك وضميرك اذا جلس هالعطلميس الكوربوت تري بيان، جلس ما جلس طلقي وامحي يا مامي عجبينك وبلا ما يطعميكي مال حرام يا ست غوز. ولا انت مجنون؟ انا باكل مال حرام يا مجدوب يا اهبل؟ لك يا كوكو وي ورحمه الاطرميزي اللي هو ابوك اذا كان ثبتت هالخبريه على الاستاذ الفنان بلبل دعسي على هالبيت محرم انه يدوس البيت. بعدين مش بس هيك بدي انفيه من الحي كله. تغيب يا مامي
فشيلي مون كارشي مره وقلي له لهالكربو ابو طنبوره يلا صورتي دها. وبعدين يا مامي خلينا نعيش مع بعض ما نجيب مفام منيره وهالاطراميز النون وهيدا نرجع مثل ما كنا. هلا حس كتر حكي، كيف فيك تجمعني باللي اسمه سختيانه؟ ايه هيدي مساله غير فسيل مامي، بروح لعنده وبقول له لمامي مشتاقه انه تسمع تغريدك وغنيت عودك، بيحمل عوده وبيسلحب مثل الحرضون، وحضرتك انت هلا انترنو طغنت فيتون لونج وبتفهمي منه كل شيء، توتا 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 تك 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 قصه الحدوته. قوم هلا روح روح شوف من في على الباب. ايه تري بيان. مرحبا. مرحبا. الله معك ستي. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا كلوا يا عيني الشوم، ما في شيء من قيمتكم. يا على هالصباح خير ان شاء الله حبيبتي انت الثاني، شو بدنا ناكل؟ شوية جلود. يعني ما في شيء من قيمتكم، جوزك عم يبيعهم بالحي ومسميهم لحمة، حتى ما بقي بيتم واحد بالحي لا درس ولا سن. لو جيت انا جيت انا لشلب شافي شافي على قد صغيرة ما كبيرة كثير، يعني حتى تتمي صارت هي تمخت واني مخي حتى هر مني درس العقل. لا بيهال تغابيا رغاردي عجبك يا ست وغد، وبعدك قلي لي انه وش هالاغدي هذا انسان وما نشريك السختياني. لك يا زمرد انا حكالي كوكو عن خبريه ما صدقت، لكن هلا تاكدت. اشهدوا علي. ايه اشهدوا علي كلكم بلبل من اليوم ورأيي، لا هو جوزي ولا انا مرته، خداع غشاش خاين. يا حبيبتي يا حبيبتي، قال اللي ما في خير للناس ما في خير لأهله، وهي اللي على شكل تجوزي هو الدول لأهله. يا زمرد يا زمرد، وحيات من عطاني هالصبي اللي اسمه كوكو ثلاث ارباع إرادي رايح لجيوب بلبل، بدي أعرف بس شو اللي كان ناقصه لحتى يقدم على هيك شغلة ويشرشحني بالحال. قولك يا حبيبتي يا حبيبتي، قال عطيلي ولد تفاحة بصير بده تفاحتين، وانت حضرتك من كتر ما دحوشتي وطعميتي للأستاذ بلبل طمع عملي مثلي. ولك بخلي عليه وقد ما فيك شد ايدك عليه، المال لما بيكتر بايد الرجال بتصير عيونه لبرا، يا بده يبدل مرته يا بده ينزل عليها ضره. ضره ليكم شيء شيء عم يتحق لهم وهم، لا شعور ولا عنده دم. يخرس يا ولد. لا صاحب الحق ما بيخرس يا يا حضره الفنان التاجر. وشو هالحمل اللي حاملينها على اللي اسمه الاستاذ بلبل؟ صاحب النغم النشاز ما اسمه استاذ يعني اسمك المختار. نعم. إيه رح دوقك شوية جلود يعني رفضيتك. تفضل تفضل كلك شوية لحمة اللي عم بيعون حضرته للناس، يلي يا حرام كل ما حطيناهم على النار كل ما بيحجروا. إذا مستغني عن سنينك بدك تقبعهم ببلاش كلك شقفة، تفضل بلعمة يعني إذا فيك تبلع. شكرا. يا ما في ناس مصر يك غاك تنتفك غيطك تضغب يا عالطميص عليك شهود وعم بتبغي حالك يا خسيس. مين اني هالشهود يلي اسمك كوكو؟ باردون مسيو لمر، اوكي سختياني خبرني انه مشارك مع هالكوربو. سامع يا مختار كيف عم يقلبوا الآية ويركبوا علي حكاية؟ خلصتوا مطالعاتكم؟ نعم يا حضرة المختار خلصنا مطالعتنا، وهلأ اتفضل تحفنا بمطالعتك. بعد التحري والتفتيش انا وجماعة من اهل الحارة الآن انه السختياني هو صاحب هالتجارة وهالرجل هيدا بريء وما قالوا يبني عرضية. يا جماعة اجا السختياني يغريني اني شاركه بشرفي رفض وظهر من عندي هو عميل لي يا بيب انا بيب. ولو ولو عجبك مبسوط يا كوكو كيك يا ابن الأطرميزة بلبل باردوني موا، يا ما كنت مخبيت لك مصايب لو ثبت انه الك ضلع بهالشغلة. وهلا يا ست زمرد بشكر الله يلي طلع جوزي من هالورطة شريف عفيف نظيف. يا ناس يا ناس يا ستي انا حل الناس تفهم بان الحلال يذهب والحرام يذهب هو واهله، وانا مناوي اني اذهب بهيك حمولة. حمول هالطنجرة ومشي معي. تفضل. شو ايش بتصرك بدي عبدالي بتقول حمول هالطنجرة ومشي معي؟ لو ما بدي مشي بدي نحمل المرأة واللحمات ونكبهم على راس السختياني. ايه ايه هيك ايه هيك منيح ايه. تعال هيك لنعتذر من السن. دخيلك دخيلك ايام مش بيري سوري سوري على اكتر سوري، بعتذر انا وبهنيك على هالرجال وما بهني حالي على رجالي ايه. اللي مطلوب حيا او ميتا. روقه
شو بدي روح؟ يا عم ما تاخذوني، تسرعت انا، امشي يا عم. ايش؟ دخيلكم ما تاخذوني. مع السلامة. سوري يا بلبل. دونتوري. ايه اورفوار. اورفوار. بلبل. بلبل. يا ولدي! يا ربي كيف دخلت بهالشركة مع السلامانكي والدروانكي؟ يا عمي شو جرى لعقلاتي انا؟ حتى صرت مثل الصوص بين اثنين ووي، مش عارف مين بده ياكلني. اش يا ورورن؟ شو؟ بعد ما ورورت وطاروا فلوسك؟ وليش بدهم يطيروا فلوسك يا زلمه؟ ولك يا عمي جيوب الدروانكي والسلامانكي الداخل لها مفقود والخارج منها مولود. وهلا يعني شو وي؟ يعني كل اللي دفعته طار وتبخر يا معطر. يا باي يا باي عبقول انا ليش بضلوا يتهربوا مني وايش لين من هالقهوه؟ مش عارف وين عم بوزعوا الكاز والغاز كمان تروح اكبسهم وصفي حسابي معه. ليش انت بعد لك معه حساب؟ او حاسبين لك حساب؟ لك روح يا عمي روح، روح غني اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله افضل. يعني بفهم من هالكلام انه طار المال والرسمال؟ لك الا عم يلعبوا على حيبه كامله، ما هيقدروا يلعبوا عليك يا وروري. الله يهديك ويسامحك. يا باي لك 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 يا لوعتي يا شقايا يا ضنا حالي. يا لوعتي يا شقايا يا ضنا حالي. يا عمي قول ما نحن قاعدين عم نندب حالنا وانت شو صاير فيك؟ شوف يا وروري شوف لك عيني كيف مزرقه وفشي كيف مرقع. لك يخرب بيتك شو اللي زرقك ورقعك هيك؟ لو كل اهل الحي هجموا عليا ضربوني ضرب وخربوني خرب. اوينك؟ كمان فيك تقول انه خردق كان معهم ونحطوا لك اللحمه بالبراميل وضلعوا فوق منها الكاز والمازوت يلي بقيت تغش الناس ايام وليالي ولا حدا داري. وانت خربت بيتي ما اقول لك روح الله يخرب بيتك. لك نزل ايدك احسن بلبسك براسك عودك كراتك كرتك. واحد غشش او انت لعيب الجلجلة. لك اذا كان خلصت من شر يلي اسمه خردو ما بيكون انا اسمي كروم السختينة. هات لكن وروح خبر وينك؟ روح خبر كل اهل الحي انه كرم السيختيانة بده يخونك كل اهل الحي وقد اعذروا من انزل من انزل ورجال منه نهدى وعمل عمايل عمايل ما عملها. لك 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 صار السيختيانة بده يهدد. يخرب بيت وهذا اللي كان قاعد يبيع اللحم مجلد للناس يلي ما عندوش لا ضمير ولا احساس. لحمة؟ ما تقول لحمة قول جلود جلود قول جلود. بعدها وينك انت والسلامانكي والدرواندي؟ جاي وقتكم والمثل قال يا دايم الدوم كل مين له يوم. بخاطرك يا وروارة. يا عم شو هاد يا عم كلام خردو خلى ركابي ترشف. شو عامل انا والسلامانكي والدرواندي حتى كل واحد جاي اليوم؟ يا باقي بلا جورة غطسوك فيها يا وروارة. روح شوف شو في بهالزوايا خبايا يا صاحبي. وهينك امام تعال هون خود هالنفس وخبي بعد فيش عطين لانه اليوم بقاش في تنبك من تيز. ها خلي نعيشنا البكره من دخانهم. زعليني ما بعرف ليش حالي زعلاني. ببكي؟ قطيع وليش بدي ابكي؟ بغني احسن ما ابكي. كيف ما كان المغنى بيزيل الهم وبنقي الدم. بس شو بدي غني؟ غني هندي. معقول؟ जागी बदन में
حاجة لصنين بالعلالي، اه يا حاجة لصنين بالهوى، هاي خبير الحلوي على حالي خبين الحلوي يا سلامتي. هذه ما بدها تجن المرة هيك باين دخليك. اعطيلي حضرتك عم بتغني لي هندي وشرقي وما بعرف شو، والحي قام قيامته على جوزك وشريكه الدروانده؟ يا عمي شو بيكم فلتيني علي هالفلتي يا بيت بلبل افندي؟ بغضون مدام غوبي اكسكيز موا حبيبتي، ما تطلعيني تعملين النغزه. اولا لمعلوماتك نحن بيت فوزي بيك الاطغميزه، بلبل ابو طنبوغه دخيل علينا، فوزا في كومبري؟ كومبري ايه تري بيان. ثانيا عزيز السلامنكيكي والدروانده عم ببيعوا بالكارتيه الكاز المبلل وشغاغ الغاز الملغومه، وبتجي بتتهمي كبار الناس بالغش، وبتقولي عن الأستاذ الموسيقار الأستاذ بلبل إنه عم يتاجر باللحم الفاسد مع السختياني يلي اسمك زمرد. أنا زوجي ببيع هيك بضاعة ملغومة؟ ما فيها شيء. بتسأل الحي كله قديش كانت تضينهم قنينة الغاز قبل ما حضر جوزي يفتح المستودع، مستودع الغاز اللي هو شريكه الدرواندة. وما ما هيك وبس، بعده عم ياخد حقه اكثر من سعر العادي وزياده قليل الوجدان. لا تقشع خير يلي اسمك عزيز السلامك، يلي من وقت ما حطيت خبزتك على جبنه الدرواندة وانت صاير قليل الادب، ما في عندك عزيز يا عمي. خلصوني منه، طلقوني. عفوا ما انت طلعيني منه يا وردة، خليه يتركني. يا ستي نحن ما جايين نخرب بيوت، نحن حاملين صوت الحق لنحطه بدينتك تتقدر تواجهي الانسان يلي ما عاد انسان، يلي من اجل مرابع خسيسة باع انسانيته وخسر سمعته وصيته. شهدوا علي، خلص شهدوا علي اني تركي بيته ويحرم علي من بعد اليوم خبزه وزيته. Très bien. شوفي مدام غوبي، vous êtes une fleur parfumée يعني. عيشي دون فوتر بوغير. وشو بدك في تركيا عزيز السلامنكيكي عصا وهز بوجه العصا. وبارول دونور يوم اللي بتتركي بيته وبتهري عفشك ونفسك بيوت الحي مفتوحة بوشك. لك يا زمرد، نحن يا حبيبتي عملنا اللي وجبنا وبينا لك المخبى، وعليك بقى انك تتصرفي. مش لحتى تتخلصي من عزيز، لا الله لا يقدر، لحتى تخلصي من هالورطة اللي وقع فيها ويلي اخرتها خراب. هلا يا ستي بخاطرك ولا تواخذينا. يدخلك انا شو سمبتي. شوفي مدام غوبي، هلا نحن فهمناك يا حبيبتي وانت بتعرفي تعملي اللازم. وبعدين انطغنو هلا بالحي ليزيو عيونهم كلهم مفتحه على الدغوندي والسلامنكيكي. هلا هيك بتفهميه وبتوقفي بوشه وما تخافي من شيء ابدا، نحن معك نراكي بخير. يلا ليتس جو. كنا نركب مقلة الناس، صاروا الناس يركبوا مقلتنا. زمن مرحبا علوش. مرحبا علوش. لك لا مرحبا ولا كيف الحال. رأيتوا انتوا عمي الدروان ده يبعتكم الحال يا نصابين يا غشش. ماتوا لك بدي افهم بس هذا كلامك ولا كلام المختار؟ انا عم بحكي بلسان المختار، والمختار بقول لكم اذا جيتوا لهان تفضوا فرجونا عرض كتافكم احسن ما نعمل لكم مشاكل. العلوش هلا انت مختارك صرتوا تعرفوا تعملوا مشاكل؟ ايه مشاكل المختار، ايه هي المشاكل وياما هالمختار مخبي لكم. تفضل. هيني يعني كم مرة صرت ننب عليك على انه ما بدي بمكتبي هيك ناس؟ لك قلنا لهم ابو فلو بس ايش المختار، بس هن اجوا بدهم يضلوا، شو بعمل لهم؟ هلا نحن صرنا بدنا نتدشر من مكتبك يا مختار. شو في بيني وبينك بلا حتى تفلت علوش علينا ينهش فينا؟ ما تقولي معنا عم بينهش، انتوا عم تنهشوا بالناس يا نصابين. سامع؟ سامع الكلام اللي عم يردد ابوك؟ هذا الكلام اللي عم يقوله هذا السين حالي وانا اللي بردده، وما دمتوا مشموشين بترجيكم بلا زيارات. دخلك؟ مين اللي موشمك علينا حتى صاير تكرهنا هالكره كله ونسيت صحبتنا؟ هو بس انا وحدي اللي كارهكم يا اخي، الحي كله كارهكم. وبعدين العواقب ما رح تجي سيبني. لك حاجة تلطش بقى وتسمعنا كلام، بدك تقول غشاشين قول، غيرنا غش اكتر منا وصمد وعمر. والرجال بالحي يحكي واذا قادر يروح يتشكى على المثل، حسب السوق سوق. أيوة. نحن سايقين مثل ما غيرنا سايق، واذا حدا نتفكر الشيء يبقى يقابلنا يا مختار المقاتير. ايديك بكره حيطير مستودعكم على الصفوه الحديده.
يا خي انتهت المقابلة، تفضلوا تفضلوا. منيح لك يا خي، نحن ظاهرين بس عيب على اللي بدور وجهه على مكتبك والنيام رايح يلي مسمى حالك مختار. روح روح عزيز، روح ماشي، خلصنا منه بقى. روح التتشيرة هذه اللي عم تدشرنا اياها انا ما عم بنسلك اياها، ولا ايام بيناتنا يا مختار. ايوه لنشوف هالايام لا النا ولا علينا. ايه ايه بتسمح لي احكي بالحكمه؟ ولك احكي وكثير. قال يقولون يا ديم الدام كل مين له يوم. عفاك علوش. ايه ليك صحيح اني اوقات بسرسير بس اوقات بحكي بالجوهر، واللي عم بحكي بده يصير يا مختار المخاطر. كمان عشت علوش. فتاح افتح القلوب بلحن يزيد الكروب يا رب. تعال يا ابني تعال. اسمع دوقة كويس لشوف. ليش ما بتسألهم عنه بعد ما نهب لهم مصيات الدروندي والسلمانكي؟ يا ابني في مثل بيقول يلي من ايده الله يزيده، فصاحبنا الورواري قاعد يعمل لي مشاريع مع فلان ومع علتان وما كان يستشير الا عقلاته، وهلا لما وقع اجى يصرخ ويقول تعولي، شو قادرين نعمل له نحن هلا بهالوقت هيدا؟ يا بي يا بي يا عم ما انا صغركم بجوز هيك تتخلوا عني وتخلوا السلمانكي والدرواندي ياكلوا اموال صهر الست ورده؟ يا صاحبي بالالم العريض نحن مش قادرين نقاوم ونبطح زيد او عمرو من الناس، حضرتك جربت وقعت بهالمأزق فتفضل شيل نفسك. على كل حال الاشغال اللي عم يعملوها اصحابك هيدي ما بتوصل الا للدمار. يا بي شو هالاخوه يا ورور؟ ولك كخير بدي احكي لك كلمه، ليش صيرك قصير هيك؟ ولك شو بدي احكي؟ لا احكي. ولك اذا كانوا قرايبينك سحبوا ايدهم منك، شو بدي احكي؟ انت واحد
عقلك بده عقل يديره. شو؟ لو كان هو عنده عقل كان ديره. هذا الورواري من يوم ما اجى من الارجنتين لليوم صار حاطط نص ثروته من سلامة قلبه وبساطته. بس يا ورواري اليوم سليم القلب والبسيط كل هالقد بيسموها هبلنة وقلة التفكير. صحيح. طيب شو طلعنا بعد هاللت والعجن يا حضرات اللي انتو هون؟ يا سيد طلعنا فشوش ومفشوش وفلوسك اشهم الاشوش. يا قلة حظك يا ورواري يا اخوة يا هالورواري. هلا حاش تبكي قوم مشي معي لقلك. لو عم بدي مشي معك لقلك. لك عند اللي اخذوا لك مصرياتك بركي بشوية تفنجات وابهيات بيطلع منهم شيء مش احسن ما يروح كل مصرياته. لك ليك يا خردو انت قد وقدود سمعني وبتعرف كيف تدبر الامور. معلوم. وبعدين لا بتخاف لا من هيدا الدرواندي ولا من قبل السلامانكا. صح. ولا يفل الحديد الا الحديد وانت مروتك وشجاعتك مثل الحديد. والله يا بيبطحونا يا منبطحون. له يا خردة قوم يا خي قوم شد لي اجراك ثبت لي اجراك. لك شو بدي ثبت اجراي جاي ماكني بس قلبي مغلبيه. اي ماشي خارجة الله يعينك. شو هالحالة معك انت كمان يا بوسبوسي؟ يا روحي انا شو قولتك رح تثمر الشجره على يد خردو؟ والله يا ورده يلي بيزرعوا ايده خضره بيطلع خضار واللي بيرجع تيتي تيتي زهر الربيع يرى ام ساده النجوم ام روضه اينات ام حفلة عجب يا وعدي. ست زمرد يا ست زمرد يا اخي وين ترك المحل وسارحه يا عزيز؟ صرت جاي مرتين لهون ومليها. نعم شو بتريدوا؟ جاي اطمن واسال عنك. تسأل عني؟ روح اسأل عن غشك وخداعك يلي حضرتك عم تخلط الكاز بالمي وتنقص جرار الغاز يلي كل الناس عداجوا منكم. شوفي نحن شرفنا ببعنا واللي حاكي لك هالكلام له غرضية والغرض مرض يا ست زمرد. هيدا كلام رجال بيقوله منافي حتى يخلص حاله. وانت بدون ما اطلع فيك بعت لك كلاكيشك لبيت اختك وبدك تجوز الله معك روح تجوز. ابن السلامانك رجال عنيد كتير ما بيجي لا بالحوبرة ولا بالتحديد. مش انا اللي بينزتوا كلاكيش ببيوت الناس. لكن اذا انا بدي اتجوز لازم تفهمي مظبوط اني انا لا سألين عنك ولا خوفي منك. لك اعملها وخلاص منها. لك اعملها وخلاص منها. خلاص من هالدنيا. ليش يعملها؟ امرأة تضرب رجلا جلس لسانك وقول رجل يضرب امرأة. ازمرد. نعم. كل انسان له حدود وانت لزم حدك. طلع فيه منيح يا انا بربيك يا انت بتربيني. اذا ما بخليك تفعى عن القهر ما بكون انا عبد السلامانكي. طبعا قال عنترة الزمان سوف ترى يا نعمان ما سيحل بك من غدرات الزمان. ما قلت لا. وقالت عبلة يا عمان. لك شو قالت عبلة؟ والله ما بعرف. ولك اخ شو قالت؟ وين اول؟ وين اول مختار؟ وين والله سيد المختار؟ شو بك؟ ليش راسك مربوط؟ احكيله يا كوكو انت بتفهم اكثر احكيله. اخ مسيو نمغ راح الوزاهد هالصوص لعند الدغواندي والسلامانكيكي ومعهم خغطوا حتى يطالب بحقوقه. كانت النتيجة يلا علقوا بعض وطلعت الفل بغاس هالبوفر هيدا. فجموني من الضرب فجموني وكتر ما ضربوني كان رح يصير براسي هزي. وانت ولا كنت تنهز وتروح تشوف الظالمين شو عم بياخدوا مصاري من العالم الغشاشين. وهيدي هالمعركة انت صارت بينك وبينهم يا سيدنا وما سيدك الا نحن امبارح. مسيو لامير اجا لعنا على البيت دماج دمه سارح اخذناه لعند الدكتور قطب له جرح وخمس مرات. من هلا على بكره بيفرجها رب بكره وهالضربات اللي اكلتها بدهم يدفعوا ثمنها غالي يا ورواري. ومثل ما قال المتن فوق حقه لا رايح انا تطالب بحقي ما عادش عرفت العصي من بقى تنزل على راسك يا مختار. يا نهار السلامانكي والدروندي طار. مستودع السلامانكي طار. لك طا
طاروا مصرياتي مش سقلين، ومثل ما قال المختار ربك دفعوا التامن غالي. واذا سالنا المختار ليش هيك، نحن عارفين شو بدك تقول، بس قول للعالم. الغش والطمع بيخلوا هيك ضربات تجي والدنيا هيك. الدنيا هيك ومش هيك، نحن متقربين فيها، لما اللي بنعمل هيك، نحن متقربين فيها، لما اللي بنعمل هيك.